بإجريكي تنفسي. بنسى اتنفس من كل خوف. معليش. بس كتير صار في فرق مع انه ما كانوا كتير هيك انجأ سارة. بس صلحتيهم وعملت شيء بس صلحتيهم حطيت اجر لقدام اجر لورا عطيتك نزلت شوي الركبة وهيدا شيء كتير بيساعد. شفنا احلى وقفتها بالتوب 1 لما جابوها كثير كانت حلوة. سارة ما كان انا برأيي ما كان لازم تتحركي اكتر من هيك. تحركتي مزبوط. يمكن كنت حبيت يكون مدروس اكتر شوي حتى ما يصير فيها هالفراغ بين الرأس which is something حكينا فيه قبل. انه انا عم غني وعم بعمل حركة بعدين بوقف بعدين برقص بعدين بوقف نو لازم الكل يصير موصول ببعضه. بس وقت الميوزيك انا كنت عم برقص وقت إيه؟ كان بس كان فراغات. ها سو هيدي اكيد ما تبين على الكاميرا يعني لانه الكاميرا عم بتنقل بين التابلو انتو هيدا بس هيدا الشيء بيريحكم انتو انه توصلوا الاشياء ببعضها. عم جرب اتذكر انت ما مسكتي هيك يا شو اسمها اللي مسكت هيك نسمة قالوا لا انه طولت المسكة هيك ما كان لازم تطول هالقد من غير شر سوري من غير شر من غير عم جرب اتذكر شيء تاني صار بس لا you were enjoying it مبين هالشي. أهم شيء تكونوا مبسوطين بالأغنية بس تكونوا مبسوطين فيها بتمرق وسارة عم ببين إنه في أوقات مبسوطة أكثر من أوقات يعني هيدي لا وقفي 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 حطي لي إيدك على خصرك هون إيه شو هيك لا إيد واحدة هيك أوكي حطيها بغير طريقة حطيها بغير طريقة في عدة لا اللي عم بيقولوا انه في عدة طرق ها هون كمان انت بدك تقرب يا هل ترى بدك انه انت بس حتى ايدك على خصرك تكون دائما هيك بدك تنتبهي لها ها او بدك تغيري فيك تغيري يعني هيدول قرارات انتو بتكون تاخذون and the sooner you take you make these decisions the better it is because you are creating an image of yourself. اوكي في محل حطيت ايدك هون ونقصتي وخفتي وشو بحطها او ما بحطها انا عم بعمل مزبوط ما تخافي مع حق ولا خيل منظري لا هيدا ما بدي بس انا I can read what is happening بس حلوة ولا حلوة حلوة انتو شخص كامل متكامل مثل ما بنعمل بالحياة فينا نعمل على المسرح على شرط انه نكون مدروس. عارفين بدنا اياها بهالطريقه وما يكون في شيء بشع ما يكون في شيء غلط ها والاحساس الاول هو الاحساس الصح اكثر شيء يعني اذا حسيت بدك تحطيها هون يعني مزبوط تحطيها هون ها سو ما تخافوا من هالاشياء سالوا اذا بدكم قبل بس اهم شيء ما يكون في اشياء زياده which is not the case عندك which is the case اوكي طبعا ايه ده دوق حضرت كتير الغنية خلال الكاز حاولت انه اعمل حركات في اعمل حركات جديده لانه ملينا من الحركات صح. حركات جديده كانت الغنية كانت تابلو مع دانسرز بعدين المخرج قال لي انه لحالك عم تطلع احلى يعني احلى مع شو اسمه رجعت دربت عليها فكر انا جد كنت كثير مبسوط فيها الغنيه انا كنت مبسوط فيها الغنيه وهدول الشغلات اللي عملتهم جداد ثلاث حركات او اربع حركات اللي صار قالت كثير حلوين عملوا فما بعرف يعني انا كنت مبسوط مبين البقايا شو فكروا عنه احكي بصير اكيد بصراحه انا قبل الستيج شفته هون عن جد هيك وهو بتدرب عليها هذا واحد اثنين على الستيج يعني وانا عم بحضره كنت عم بضحك يعني كثير هيك من جوا انبسطت لانه كان هو مبسوط كثير ومكيف بالاغنيه فحبيت يعني ما بعرف بس يمكن انه عمل اوفر حركات يمكن هي هاي بس انا حبيت هو في حلقه التلفزيون كانت باينه اللي هي انه كان هو بيغني بيتحرك وبيلف وبتاع ومع المزيكا جت يعني جت مره الكلام عليه كان واقف عادي وبعدين اول ما الاغنيه بدأ راح
فرد ايده تاني واحد. خايف من الكلام. حدا بده يقول شيء تاني؟ انا ما شفت. دقدوق. لو عملتها مثل ما لازم كان ولع الجمهور. ولع الجمهور؟ حشيله هدول المكان. لو عملتها مثل ما لازم كان صار في شيء بيوند. هلا ما عملتها غلط. الاشياء اللي عملتها حلوه. الاشياء اللي جديده حلوه كثير. وانت مبسوط فيها مبين قديش وهيدا اللي بيعطي الجمهور. بس لو عطيت مظبوط انت كان صار شيء ثاني. هلا بقول لك بنحس شو. هلا انا بعتبر كان في انكونسستنسي فيها. يعني في اشياء تقدمها بطريقه ترجع نفس الاشياء تقدمها بطريقه اضعف بعدين. فيها lack of maturity. ناقصة نضج. ليش؟ لأنه ذكرتني بالأشخاص اللي بيكونوا عم يعملوا مسرحية لأول مرة بدو يحطوا فيها كل شيء. مش هيك دايما بقول إيكونومي. بالنهاية كل شيء بحاجة لإله الغنية موجود كان. كان لازم الدوزج تبعها يتغير. يعني قديش عم بعطي وين؟ وكان لازم ما يكون فيها الفراغات. حركة حلوة انت مرتاح اكتر بكتير مع جسمك in general. يعني من شهرين ما كنت بتقبل جسمك، ما كان عندك مشاكل مع ما يعني هلأ صرت مرتاح، صرت مبسوط بجسمك. هيدا كله بيبين على المسرح. بس هاللاين يلي بدي نقطعه تتصفي صادق أكتر فيها. بدك تقول لي ما أنا صادق. أنت صادق، بس طالما عم تتفرج على حالك، طالما لمبتي فين، ما رح تكون فولي صادق. ما هي لمبتي موجودة. ما فهمت علي. إنه أنا جاي، ما أنا لمبة بذاتي، لمبة أنا لحالي. يعني أنا لمبة. لا. لك أوكي أنت لمبة يا جاي. أنا جاي على المسرح. ما معي لا دانسر ولا معي شيء. واقف لحالي على المسرح. أنا اللمبة. وينك كريستين؟ دادو شو قصدي انا لحالي بس لحالي. انت لمبة يعني انت لمبة يعني قصده مش بالطريقة يعني انت لمبة بعده لهلا دادو ما بيجلس كتافه غير ما بيو يقول له جلس كتافك. ما جلستهن امبارح ما قال لك بيك جلس كتافك؟ طبعا جلستهن قبل؟ جلستهن قبل بيقول لك بيك يا بيروك بيتي ايه شوي جيت بابا جلستون على الترجعة عم قال لي ساس خليف عم قال لي نو دقدوق سيف small problem I just sneezed and I cracked my back. It's good, it's very good. Can't move. Of course you can. من الستريس عشان ممزح. Of course you can. عشان ممزح. Of course you can. Breathe. تكون لقطة هاي stand up okay yeah رخي you're fine that was funny. It's very healthy to crack one's back. هاتشاك أنا عمري I never cracked my back. It cracked لوحده وجع هيك. Sometimes cracks لوحده بخاف أنا كتير. It never cracked like يعني استاذ يعني مطلوب مني انه انا خفف حركات شوي ولا حسب الاغنيه حسب جماعه بليز خليني اكمل مع دادو حسب الاغنيه حسب المومنت. بس مثل ما قالت ليان انا بعتبر انه كان في شويه اوفر امبارح ان كان بعدد الاشياء اللي موجوده. يعني كان في كم حركه ما ضروري تنعاد مرتين ثلاثه. كان في كم شغله ما ضروري هالقد بالاخص انه كان في هالمحلات الفاضيه. اولا ثانيا انا بعتبر احترام للمايك امبارح بدك تخلي
عين الاعتبار انه المايك بس يروح لهونيك وانت عم بتصرخ ما عم نسمعك نحن. انا اصلا ما بدي يعني انا لما صرخ انا عم بعطي انفعال لحالي. لا انت منك لحالك بقوتك عم تلعب. قوانين اللعبه انه في مايك. طيب شو عرفك انه انا ما عم صرخ؟ ما انت سمعت بصرخ. ها بعرف ما انا قاعد قدام بس غلط. انت بدك you want to give a sound you have to use the mic. ها في شيء بصفي unprofessional بدك انه ما في انا بيعد المايك واحكي شيء او صرخ شيء وارجع اجيب المايك بعدين. هيدي اشياء فيها تنتفهم غلط. ها ساعات الناس بتفكر انه هيدا عم بغني بلاي باك ومش عم يعرف يعمل تايمينج. ها سو هيدي الاشياء اللي بدنا ننتبه لها كمان. لانه انا اذا عم غني لايف مفروض بالعكس استعمل الحكي اذا عم بحكي قبل الاغنيه او بعدها مع المايك. ها ونحن عايشين ببارت من العالم وير بلاي باك شيء موجود كتير. بقى هيدي شيء فيها تنفهم هيك. ها وبعدين التحميس يلي عملته بلا المايك حلو ينعمل مع المايك. get the green light to do it from the director. لا get the green light. استاذ نجم استاذ خليل لا خلص اذا لا يعني لا اللي انت مرك انت مالك بحفله. هلا انا بحفله سأكون قاعد بحفله بولعه بزقف مع العالم برقص مع العالم. قال لي انت ببراين ممنوع تعمل والله وين الزقفه شو وين الزقفه او وين كذا ممنوع. سو يو هاف تو هذا براين سو يو هاف تو ريسبكت ات. ما فيك مش حل انه تعمله بلا المايك. مش حل. ها سو اشياء بدك تتفق عليها بدك تعرف وين عندك ضوء اخضر وين لا وبس يكون عندك الضوء اخضر تشتغل عليها. هلا استاذ خليل قال لك ما فيك تعمل هيك ما فيك. اوكي اساله في عم بس وا اذا فيك تعملها هيدي الوا حلوه بجنن حلوه. اوكي بس اذا عملتها بلا المايك ما لها معنى. ها وبالاخص انه انا امبارح كثير ذكرتني بيغنوا بلاي باك وما بكونوا بيعرفوا يعملوا ليبسينج مزبوط. هذا الرحبات للصبح. ها دقدوق اذا بعدك كل هدول مشاكل انا بقول لك اذا بعدك بتعتبر ايدي احباط عم يمزح على فكره عشان كنا بنحكي. لا هو نعم هو ببلشها مزح بعدين بصدقها. شفت كيف انا بطل شيء يحبطني بسمع وبعمل يعني بشكل او باخر كيف كانت منيحه بشكل عام يعني. لا كانت كثير منيحه والجمهور تجاوب كثير منيح معك بس حسب انت شو بدك. بدك تجرب توصل لأحسن شيء أو بدك بتكتفي باللي عندك إيه؟ أكيد بدي أوصل إيه؟ لأحسن. لكن بدك تأخذ بعين الاعتبار وإذا أنا شفتها غيري شاف يمكن أكثر. أنا عم بشتغل معكم وعم بشتغل كرمالكم. بكرة بس تطلعوا لبرا في ناس رح تشتغل ضدكم. طبعاً. رح ينطروكم على الكوع. على الكوع. يعني هيدي أشياء رح تستعمل.